أهلا. مهما كانت إمكانياتك بسيطة لا تشعر بالإحباط، مهما كان هدفك كبير وحسيت أنه كبير عليك ومو قادر تسوي لا تشعر بالإحباط. دائما خلي يكون عندك إيمان أن مهما كانت الظروف قاسية راح تقدر تتخطاها وتوصل حق أحلامك، وراح تنفذ مشاريعك، وراح أنت بنفسك تستغرب أن أنا شلون وصلت هني. طول ما عندك خطة وعندك هدف وعندك إصرار وثبات راح توصل حق أعلى المراتب. ريتشارد برانسون عنده قصة وايد حلوة وايد وايد ملهمة. هو كان عايش في خارج لندن مع أسرته ومع والدته اللي دايما كانت تعلمه على المغامرة، دايما تقول له لازم تسوي كل يوم مغامرة جديدة. يقول حتى لما كنا نروح حق بيت جدتي كانت بالطريق تقول لنا يلا نزلوا، بيننا وبين البيت كم دقيقة، حاولوا أنتوا تلاقون البيت بروحكم. تقول من هني تعلمت حس المغامرة وحسيت أن حياتي أحلى لو أن أنا دايما أسوي فيها مغامرات. يقول والدتي من يوم أنا صغير ما كانت تخليني أشوف التلفزيون، دايما كانت تقول طلعوا سووا مغامرات سووا أشياء جديدة. يقول فمن يوم ما أنا صغير كان عندي ثقة بنفسي، كان عندي حب المغامرة، وكنت دائما أحب أجرب أشياء جديدة حتى لو كانت إمكانياتي صغيرة. يقول لما كنت بالمدرسة ما كان عندي فلوس، يقول سويت جريدة حق الطلبة وقعدت أنا والطلبة نكتب مقالات فيها ونتشعب فيها وكنت دائما لاهي فيها. يقول بأيام الدراسة أنا كان فيني ديسلكسيا وما كنت أقدر أقرأ أو الكلمات عدل، وكانوا دايماً بذاك الوقت طبعاً كانوا ما يعرفون شنو هذا المرض وما يعرفون أن الطفل بهذا العمر ما يعرف يقرأ الكلمات بشكل واضح ويسترسل بالقراءة وبنطق الكلمات، فدايماً كانوا يحسسونه أنه هو فاشل وأنه هو ما رح يقدر يكمل دراسته. بالفعل عقب فترة حس أن الضغط الدراسي وايد كبير عليه وقال أن أنا ببتدي أسوي مشاريع الخاصة. يقولوا كانت الملهمة حقي بدون ما تدري والدتي، تقول لما كنا صغار كانت تسوي أشياء بسيطة بالمنزل وتروح تاخذ القطار وتروح حق المحلات الكبرى داخل لندن وتحاول تبيعهم هناك، والفلوس اللي تجيبهم دائما تشركنا فيهم برحلات وبغيره. يقول فقمت أنا أبتدي كذي بمشاريع صغيرة. يقولوا دائما دائما حطوا ببالكم إنه راح تفشلون، بس مو معناته إن هذا يعني نهاية الطريق. يقول درجة فكرت إنه ليش ما أزرع شجر الكريسماس بالحديقة مالت بيتنا وأبتدي أبيعهم بخمسة باوند وقت الكريسماس. يقول بديت وزرعتهم ورحت المدرسة والداخلية، تقول لما رجعت لقيت أن الأرانب ماكلينهم كلهم. يقول طبعا هذا سبب لي الإحباط، بس لأن أنا طبعي أحب المغامرة كملت أسوي مغامرات. يقول بعدين كبرت وشفت شركة قاعد يعلنون عن جزيرة بالفيرجن آيلاندز. يقول أنا ما كان عمري سامع عن الفيرجن آيلاندز ولا أعرف وين أصلا الفيرجن آيلاند. يقول فقلت لهم أن أنا بي وأنا يعني عندي اهتمام أني أشتري الجزيرة. يقول طبعا هذا اهتمامي ما كان واقعي لأن كانت الجزيرة تقريبا بمليون دولار وهو ما كان عنده المبلغ، بس الشركة رضوا كتسويق أنه يأخذونه هو ومعاه واحدة من زميلاته أنه يروحون يشوفون الجزيرة. راح وشاف الجزيرة، الجزيرة على البحر طبعا وايد حلوة، كلها دار مدارها البحر من كل الجوانب، فيها طيور وفيها أشياء طبيعية، انبهر يعني بجمال الجزيرة. فقال أنا يوم من الأيام راح أشتري هذه الجزيرة وراح أسوي شركة وراح أسمي شركتي على اسم هذه الجزيرة. وبالفعل يقول بديت أسوي مشاريع، شيء منها ينجح وشيء منها يفشل. يقول عقب فترة فكرت أني أسوي شركة طيران. يقول ما كان عندي إلا مبلغ صغير، يقول أجرت طيارة وقعدت أفكر أن شنو الأشياء اللي إحنا دايما نعاني منهم في شركات الطيران. يقول أن دايما الأكل مو زين، دايما ماكو انترتينمنت، ماكو أشياء ترفيه بالطيارة، ودايما الطيارة تكون مزعجة وكراسيها ما تكون مريحة. يقول فحاولت أن هاي ثلاث أشياء أتفاداهم بطيارتي وقمت أسوي لهم برامج ترفيهية داخل الطيارة. يقول لمن يو يقابلوني عشان يأجرون لي الطيارة يو بمكتب صغير ورا بيتنا أنا كنت حاطة، وتفاجأوا أن هذا مكتبك اللي أنت تبي تشتغل منه وتبي تسوي شركة طيران. قلت لهم إيه. يقولوا بديت بهذه الطريقة وقمت أسوي برامج ترفيهية ومسابقات داخل الطيارة. يقول بالفعل
شركة الطيران بدأت تنجح وبدأت تحقق لي أرباح، وبديت أنافس واحدة من الشركات البريطانية الكبيرة اللي كانت هي اللي ماسكة تقريباً كل الطيران في بريطانيا. يقول درجة إن قاموا يتصلون على شركتي ويخربون على الناس اللي ماخذين تذاكر مني عشان يخلونهم يكنسلون تذاكرهم ويرجعوا لهم مرة ثانية. يقول قاعد تفكر شنو احتياجنا بالسوق البريطاني. يقول إحنا يعني كل شيء، مثلاً الطيران وطني، القطارات وطنية، كل الأشياء اللي الملوت المواصلات هي بريطانية 100% حكومية، الباصات، القطارات، الطيارات. يقول فكرت إن ليش ما أسوي لي خط حق سكة الحديد وأسوي فيه قطارات حديثة تسهل على الناس وتصير أسرع من القطارات البريطانية القديمة. يقولوا بالفعل بديت بهذا المشروع شوي شوي، وقام يدر لي مال وصار عندي مشاريع متنوعة. يقول عقبها ذكرت الجزيرة اللي هي بالفيرجن آيلاندز اللي سميت شركاتي عليهم. يقولوا رجعت لهم وقلت لهم ممكن إن أنا الحين أشتري الجزيرة. قالوا الجزيرة للحين موجودة وما حد غيرك أصلاً يا وشاف الجزيرة، والحين صار سعرها منخفض وتقدر تيجي يعني وتشتريها. يقولوا فعلاً اشتريتها وتزوجت صاحبتي ورحنا وعشنا فيها ويبت أبنائي فيها، وكانت يعني من أحلى الجزر وما زالت إن هذه الجزر اللي أنا دايماً أروح لها، وكانت يعني سبب من أسباب نجاحي إن كانت ملهمة حقي وهدف إني أوصل له. يقول دايماً لما تحطوا لكم أهداف عرفوا إن أنتوا عندكم شغف حق هذا الهدف، وعرفوا إن أنتوا مهما يعني يدكم عثرات بالطريق وما قدرتوا راح تقدرون توصلون حق هدفكم مدام أنتوا تظلون تحاولون. وما شاء الله عليه نجح بكذا مشروع، وبعض المشاريع فشلت لكن البعض الآخر نجحت وظلت إلى اليوم عنده محلاته مشهورة، قطاراته مشهورة، طيران يعني ماله وايد مشهور، سهل على الناس، أسعار التذاكر صارت مالته وايد أرخص، وصار قصة نجاح كبيرة لدرجة قام يقول دايما أنه سووا دائرة حول أنفسكم وبعدين كبروا الدائرة. بمعنى أنه هو بالبداية كان مهتم بمشاريعه وبأسرته، بعدين صار اهتمامه بمنطقته اللي هو ساكن فيها، بعدين صارت على بلده انه شلون يقدر يساعد بلده، وبالفعل شارك باحداث سياسيه صارت بالبلد وساعد ناس يعني من بلده تعرضوا حق ارهاب وغيره، راح هو ساعدهم، بعث لهم طيارات وبعث رسائل حق رؤساء الدول انه ينقذهم وودالهم اكل ومعونات طبيه ورجعهم البلد. يقولوا صارت فكرتي اكبر واكبر، وقام يفكر انه شلون نوصل حق الفضاء، وشلون الحين صار الفضاء شيء يعني ممتع، أغلب الانتربنورز والتجار اللي يستكشفون قاعدين يفكرون فيه. وبالفعل قام خذ فكرة الطيران إلى الفضاء وهو جربها وقام يشوف شنو الأخطاء فيها وشلون تكون مريحة بالمستقبل حق الناس. وتخيلوا يعني شخص كان ما عنده ولا مبلغ مالي، كان جاي من أسرة بسيطة ما كمل دراسته، بس لأنه عنده شغف ولأنه يحب أنه يجرب وأنه يحب أنه يغامر ودائما يعيش الحياة. يقول عيش الحياة كاملة، عيش الحياة بكل تجاربها، لا تخاف ولا تخلي الخوف يرددك ولا أنه أنت ما عندك مبلغ مالي يوقفك من أنه أنت تطور حياتك إلى الأفضل. وبالفعل قصته قصة نجاح، تعلموا منها تجار وايد، وايد ناس كانوا محبطين وما عندهم رأس المال لما شاف وقصته ألهمتهم أن يطورون نفسهم ويحققون نجاحات بمشاريعهم المختلفة. عقب ما شفنا القصة الملهمة حق ريتشارد برانسون وشفنا شلون هو من ما كان عنده ولا شيء لمن صار عنده كل شيء، لأنه كان عنده إصرار، كان عنده قوة، كان عنده ثبات، وكان ما يتعب من الفشل، مهما سوى مشاريع وفشل فيها يظل يحاول، عنده إصرار، عنده استمرارية إلى أن يوصل إلى هدفه. هذه رسالة حق كل الشباب وحق كل اللي قاعد يتابعونا، صدقني إذا ظليت تحاول وحطيت خطط وجربت مرة ومرتين وثلاثة راح توصل حق هدفك وراح تصير عندك مشاريع عالمية بإذن الله.